تستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية 58 لبنك التنمية الإفريقي والاجتماع 49 لمجلس محافظي البنك، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 26 من مايو الجاري، وسط آمال بتحقيق إفريقيا نموا شاملا يسهم في انتشال الملايين من براثن الفقر. وذكر تقرير صادر عن البنك أنه يستثمر بكثافة في الزراعة كونها إحدى القطاعات الرئيسية التي تساهم في النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا، واضحا أنه وفقا لأداء الاقتصاد الكلي يمكن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة بمعدل 4%، وهو أعلى من المتوسطات العالمية.